In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hello? يا مساء الفل أعزائي المشاهدين. النهاردة في الفيديو ده هنستعرض معاكم أفضل 10 أفلام متصدرة البوكس أوفيس، وتحديدا للأسبوع الرابع والأخير من شهر مارس، وهنوضح لحضراتكم التكلفة والأرباح لكل فيلم، وهنعرفكم كمان تقييم كل فيلم من على موقع IMDb. وعموما أنا ندو معاكم من قناة سينما ستور، ويا أهلا وسهلا بيكم. وبيتراجع فيلم بوب مارلي وان لاف إلى المركز العاشر للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز السابع. وعامة تصنيف الفيلم بيكون سيرة ذاتية دراما موسيقي، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 14/2/2024. وزي ما وضحنا لحضراتكم إن الفيلم ده بيحكي عن شخصية بوب مارلي، وهنشوف كمان قصة كفاحه الشيقة وإزاي قدر يتحول من واحد فقير إلى أشهر مغني. وعامة الفيلم حاليا بقى متاح على جميع المواقع الاونلاين. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.4 من اجمالي تصويت 16,000 صوت، وتكلفة انتاج الفيلم وصلت الى حوالي 70 مليون دولار. وبعد سادس اسبوع عرض وصلت ايرادات الفيلم العالمية ل 173,416,000 دولار. The messenger has to become the message. Bob, I know it's dangerous, but you're the only one who can unite the people. وبيتراجع فيلم كابريني إلى المركز التاسع للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الخامس. تصنيف الفيلم بيكون سيرة ذاتية، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 8/3/2024. وأحدث الفيلم مستوحاة عن قصة حقيقية، وبتتكلم عن واحدة راهبة إيطالية اسمها فرانشيسكا كابريني، والست دي بعد لما شافت الناس بتموت بسبب الأمراض في الأحياء الفقيرة قررت إنها تخوض رحلة صعبة إلى مدينة نيويورك، وده من أجل إقناع عمدة المدينة بتوفير السكن والرعاية الصحية لمئات الأطفال الأيتام، وكمان كانت بتسعى لتأسيس ملجأ ليهم. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.9 من إجمالي تصويت 2700 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت لحوالي 50 مليون دولار. وبعد ثالث أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 16,434,000 دولار. We are bold, or we die. This is how I learned to live in America. وبيتراجع فيلم Love Lies Bleeding إلى المركز الثامن للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز السادس. تصنيف الفيلم بيكون أكشن مغامرة جريمة، والفيلم ده بيكون من إنتاج شركة A24، وتم إصدار الفيلم يوم 8/3/2024. وعلى الرغم إن الفيلم ده بيكون في نجوم كبار، لكن للأسف الفيلم ده بيدعم الأشخاص الملونين، وللأسف الفيلم ده غير مناسب للمشاهدة. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.3 من إجمالي تصويت 4400 صوت، وبعد ثالث أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 5,858,000 دولار. وبيتراجع فيلم أمانجنري إلى المركز السابع للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الرابع. تصنيف الفيلم بيكون رعب وإثارة، وتم إصدار الفيلم يوم 8/3/2024. وقصة الفيلم بتبتدي لما بتعود واحدة ست إلى منزل طفولتها، وبنعرف إنها زمان وهي طفلة كان عندها دبدوب واسمه تشونسي، بس لما عزلت سابته في البيت وما خدتهوش معاها، وده خلى الدبدوب يتضايق وكان عاوز ينتقم منها. وبتلاحظ إن بنت جوزها مرتبطة بالدبدوب ده، بس مع الوقت أسلوب البنت الصغير بقى غريب جدا، وأدركت مرات الأب إن الدبدوب ده مش مجرد دمية عادية، وإنه عبارة عن كائن مرعب. وعامة تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 4.8 من إجمالي تصويت 4100 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت لحوالي 12 مليون دولار. وبعد تالت أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 30 مليون و254 ألف دولار. وبيكون معانا في المركز السادس فيلم جديد اسمه Late Night with the Devil، وتصنيف الفيلم بيكون رعب، وتم إصدار الفيلم يوم 22/3/2024. وعامة بتدور أحداث الفيلم أيام التسعينات، وقصة الفيلم بتركز عن واحد مذيع اسمه جاك ديلروي، وبنعرف إن الراجل ده عنده برنامج حواري مشهور واسمه نايت أولز، بس بعد لما مرات الراجل ده توفت بطل يشتغل، بس لما حب يرجع تاني للبرنامج كانت المشاهدات قلت، وزي ما تقولوا كان عاوز يعمل حلقة جامدة، واضطر إنه يستضيف بعض الأشخاص من الصحراء والمشعوذين. المهم بنعرف إن هو بيستضيف أخصائية في عالم التخاطر، وبنعرف بعد كده إن الست دي كانت الناجية الوحيدة من الانتحار الجماعي لكنيسة شيطانية، وبيحصل خطأ فظيع في الاستوديو أثناء البث، وده أدى إلى إطلاق العنان لقوة شريرة للمشاهدين. وبصراحة كده قصة الفيلم شكلها مرعبة، بس للأسف الإعلان موضحش كل التفاصيل. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.5 من إجمالي تصويت 2300 صوت، وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 2 مليون و833 ألف دولار. As we attempt to commune with the devil. Lily, can you hear me? Good to see you again, Jack. Lily, return to me. وبيتراجع فيلم آرثر ذا كينج إلى المركز الخامس للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الثالث. وتصنيف الفيلم بيكون مغامرة، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 15/3/2024. وقصة الفيلم مبنية على أحداث حقيقية، وبتركز أكتر عن شخصية واحد سويدي واسمه مايكل، وبنعرف إن الراجل ده هيخوض سباق لمدة 10 أيام متواصلة، وهيقطع مسافة حوالي 435 ميل. المهم أثناء رحلته هو والفريق بتاعه بيلاقوا كلب مصيب ببعض الجروح، بس ابتدوا يعالجوه ويعتنوا بيه، وبيتفاجئوا إن الكلب ده فضل معاهم طول وقت المسابقة، وكمان كان بيساعدهم إنهم يتخطوا الأماكن الصعبة اللي كانت ممكن تعرض حياتهم للخطر. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.1 من إجمالي تصويت 1800 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت لحوالي 40 مليون دولار. وبعد تاني أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 14 مليون و706 ألف دولار. Over the next 10 days, these athletes will cross 400 miles climbing, biking, and kayaking. That dot is daddy. Go daddy dot. وبيكون معانا في المركز الرابع فيلم جديد اسمه Immaculate، وتصنيف الفيلم بيكون رعب، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 22/3/2024. والفيلم ده بيكون من بطولة النجمة سيدني سويني. وعامة قصة الفيلم بتحكي عن واحدة راهبة اسمها سيسيليا، وبنعرف إن البنت دي كانت متدينة جدا، بس في يوم من الأيام بيطلب منها إنها تشتغل في دير مرموق في إيطاليا، وكان عندها اعتقاد إن ربنا بيحافظ عليها علشان سبب معين، وهي دايما كانت بتبحث عن السبب ده، بس للأسف مع الوقت حياة سيسيليا بتتقلب رأسا على عقب، وده لما بتكتشف الأسرار الرهيبة المستخبية داخل المكان. وبنعرف إنها كانت حامل في طفل مع إنها كانت عذراء، فيا ترى بقى إيه اللي هي استكشفته خلى حياتها تتغير بالصورة المرعبة ديت. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.3 من إجمالي تصويت 2100 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت لحوالي 10 مليون دولار، وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 5,360,000 دولار. Out of all the women in the world, why did he choose me? How can we trust what's inside you? وبيتراجع فيلم كونغ فو باندا 4 إلى المركز الثالث للأسبوع الحالي، وده بعد لما فضل لمدة أسبوعين متتاليين في المركز الأول. عامة تصنيف الفيلم بيكون أنيميشن أكشن مغامرة، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 8/3/2024. وفي الجزء ده بنشوف بو وهو بيستعد علشان يكون القائد الروحي لوادي السلام، بس كان عليه قبل ما يكون القائد الروحي كان لازم يشوف شخص يحل محله كمحارب للتنين. وعلى النحو الآخر كانت بتخطط الساحرة الشريرة لإعادة جميع الأشرار اللي هزمهم بو إلى عالم الأرواح، وهنشوف بو في مواجهة الساحرة ديت بمساعدة الثعلبة اللي كان عندها مهارات عالية جدا. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.5 من إجمالي تصويت 12,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 85 مليون دولار. وبعد ثالث أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 268,179,000 دولار. You finally met your match, chameleon. We're not so different, you and I. Skadoosh. Stand back. I'm gonna kick my butt. قدر فيلم دون بارت 2 يحافظ على المركز الثاني لمدة 3 أسابيع متتالية. وعامة تصنيف الفيلم بيكون أكشن مغامرة دراما، وتم إصدار الفيلم يوم 1/3/2024. وطبعا الفيلم ده بيكون مكمل للجزء الأول، وبنشوف بول أتريدس وهو بيتحد مع شيني وقبيلة الفريمان، وده من أجل خوض حرب انتقامية ضد المتآمرين اللي دمروا عيلته. وزي ما وضحنا لحضراتكم قبل كده إن الفيلم ده حصل على ردود إفعال إيجابية. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 8.8 من إجمالي تصويت 267 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 190 مليون دولار. وبعد رابع أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 574,358,000 دولار. We gave them something to hope for. That's not hope! بيكون معانا في المركز الأول فيلم جديد من ضمن سلسلة أفلام جوست باسترز، والعنوان الجديد للفيلم بيكون اسمه فروزن امباير، وتصنيف الفيلم بيكون مغامرة كوميدي خيال علمي. وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 22/3/2024. وبتبتدي أحداث الفيلم لما بتقرر عائلة سبينجلر ترجع إلى مدينة نيويورك مرة تانية، وبنشوفهم وهم بيتعاونوا مع جوست باسترز الأصليين، وبنعرف إن هم قاموا بتطوير مختبر أبحاث سرية، وده علشان ينقلوا الأشباح المحطمة إلى المستوى اللي بعده. لكن للأسف بيكتشفوا قطعة أثرية قديمة، والقطعة دي أدت إلى إطلاق قوة شريرة، والقوة دي كانت اسمها ديز شيل، وكانت بتجمد البشر وأي حاجة تعدي عليها، وكانت بتطلع من الأرض قطع ثلجية حادة. المهم كان على جوست باستر الجداد والقدام توحيد قوتهم، وده طبعا من أجل حماية موطنهم وكمان إنقاذ العالم من مصير مميت. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.6 من إجمالي تصويت 7100 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت لحوالي 100 مليون دولار. وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 61,600,000 دولار. وفي النهاية بتمنى من حضراتكم تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك وانستجرام من دلوقتي علشان متفوتوش أي خبر أو أي فيلم جديد بقى متاح تحميله. What is it? The death chill. The power to kill by fear itself. Your veins turn to rivers of ice. Your bones crack. And the last thing you see is your own tear ducts freezing up. وعموما دي كانت أفضل 10 أفلام متصدرة البوكس أوفيس، وتحديدا الأسبوع الرابع والأخير من شهر مارس. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك ومتابعة وتفعلوا الجرس، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.